اتساع رقعة المهمشين فضلا عن المؤامرات التي يحيكها المتربصون بأمن واستقرار مصر. ثالثا تأكيدهم على ضرورة تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع لإزالة أسباب الاحتقان الطائفي والاجتماعي وتحفزهم على انفراد جهات الأمن في التعامل مع هذه القضية متعددة الأبعاد. ويطالبون الحكومة ومجلس الشعب بضرورة إصدار القوانين الحامية لقيم المواطنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من الدستور، وبالتحديد قانون بناء دور العبادة الموحد ليتساوى الحق في ممارسة الشعائر الدينية بين كل المصريين، وقانون مناهضة التمييز وتجريمه للتأكيد على المساواة التامة في الحقوق والواجبات وكفالة تكافؤ الفرص بين المصريين جميعهم، وقانون ضبط الأداء الإعلامي كي تتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها في تناول الأحداث بعيدا عن إثارة الحساسيات الدينية في إطار قواعد وضوابط واضحة للأداء المهني الإنساني والمواطنة، وبتطوير المنتج الثقافي ليعبر عن التراث المصري الأصيل وتاريخه وليؤكد معاني الوحدة الوطنية، وبإعلاء أحكام القانون وسيادته وإتاحة السبل كي تعمل مؤسسات العدالة بكفاءة وسرعة في الفصل في القضايا. ويطالبون وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية بتطوير الخطاب الديني والتركيز على الرسالة المشتركة للأديان بهدف تنمية أواصر التآلف بين المصريين جميعهم والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية. وأخيرا يعلن ممثلو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المشاركون في المؤتمر أولا تشكيل الهيئة الوطنية لحماية الحقوق المدنية والمواطنة لترصد وتراقب مظاهر ومؤشرات ومصادر الاحتقان الطائفي، وتستدعي انتباه الرأي العام إلى أي تجاوزات أو ممارسات تخرج عن مقتضيات احترام حقوق المواطن. ثانيا التزامهم جميعا بالتعاون من أجل تفعيل تلك المطالب وبذل كل جهد في سبيل تحقيقها على أرض الواقع. ثالثا تأكيدهم على العمل سويا للدفاع عن مصر دولة مدنية ديمقراطية عادلة يحكمها الدستور والقانون. حمى الله مصر ووقاها من كل سوء وعاشت آمنة مستقرة متحدة رافعة شعار الدين لله والوطن للجميع. أشكركم ونيابة عن رئيس حزب الوفد، أشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم لنا، والسلام عليكم.